طبعا بعد النجاح الكبير في الفوز بدوري ابطال افريقيا عام 2012 وسط ظروف صعبه جدا عاشتها الكره المصريه طبعا من غياب تام تقريبا للنشاط الرياضي، وصل نجوم النادي الاهلي حملتهم للدفاع عن اللقب الاهم والاغلى عند جماهيرهم تحت قياده المدرب حسام البدري. ولكن مع صعود الاهلي لدوري المجموعات فاجئ البدري الجميع بقرار رحيله المفاجئ للتدريب في الدوري الليبي، وتولى قياده الفريق من بعده محمد يوسف اللي كان وقتها هو المدرب العام للفريق. وبرضه كالعاده لان كتيبه النادي الاهلي ما تعرفش كلمه مستحيل معناها ايه، دخل نجوم الفريق منافسات دوري المجموعات اللي ضم معاهم الزمالك واورلاندو واليوبار، وحقق النادي الاهلي صداره المجموعه وفاز على الزمالك في الجونه برباعيه مقابل هدفين، ووصلوا لنصف نهائي عشان يقابلوا فريق كوتن سبورت، وطبعا صعد النادي الاهلي بضربات الجزاء وكان الموعد في النهائي امام اورلاندو الجنوب افريقي. طيب في ليلة بقى 2 نوفمبر تحديدا في العاصمة بريتوريا خطف الأهلي تعادل غالي جدا كان بهدف لكل فريق سجله نجمه محمد أبو تريكة، وفي ماتش الإياب وعلى ملعب وقتها المقاولون العرب وكان موجود أكتر من 50,000 أهلاوي. دخل المدرب محمد يوسف المباراة بتشكيل ضم هنا شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأمامه شريف عبد الفضيل، وائل جمعة، محمد نجيب، سيد معوض، في وسط الملعب أحمد فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، عبد الله السعيد، وكان امامهم محمد ابو تريكه واحمد عبد الطاهر. ومع بدايه المباراه كانت الملحمه الاهلاويه العظيمه جدا، محمد ابو تريكه بيسجل في اخر مباراه ليه في الملاعب الهدف الاول في الدقيقه 54، وبعدها بيضيف احمد عبد الظاهر الهدف الثاني في الدقيقه 78 عشان يتوج المارد الاحمر بلقب البطوله الثامنه لدوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاخيره اللي كسبها الفريق واللي وقتها وصل عدد القابه القاريه الى 18 لقب قاري، وتساوى مع اي سي ميلان الايطالي النادي الاكثر تتويجا في العالم طبعا قبل الانتفاضه اللي شفنا من خلالها ريال مدريد في الخمس سنوات الاخيره في حاله انتفاضه كبيره جدا. وطبعا دي من الحاجات اللي ما تتنسيش في تاريخ النادي الاهلي المشرف والمشرق والمضيء. ده لحظات التتويج زي ما حضراتكم شايفين. كابتن وائل جمعه انا كنت بحبه جدا برضه على فكره. الصخره ده الامان كله. كابتن محمد يوسف مجموعه فرحة جميله عارمه يعني. وبنتمنى ان الفرحه دي تتكرر ان شاء الله عن قريب يا رب ان شاء الله.